مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع قصة إيمان، 26 سنة لعدد كبير من المغاربة كيتبعوها. مشاهدينا الكرام، لتنور رأي العام أكثر في الموضوع، إيمان 26 سنة، الأم ديالها قبل الوفاة ديالها بثلاثة أيام عطتها سر، قالت لها أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك. مشاهدينا الكرام، الوضع ديال إيمان تغيرت عند الدنيا لما هو أصعب وأسوأ، ويبقى لها الشغف أنها تعرف شكون هما والديها البيولوجيين. مشاهدينا الكرام، هنا زادت إضافة مهمة وهي شيئا ما صعوبة. قلت لها السر كان عند محجوبة وحافظة، كما تبعتوا معنا تناولنا القصة في الأول، وصلنا المحجوبة أعطتنا معلومات مختصرة، وفي الأخير أعطتنا بأن العمود الفقري لهذا الملف هي حافظة. قبل ما نوصل عند حافظة، نساء نفس السنة اللي عطوا بناتهم وتوهم في 3 أيام، وفي نفس السنة كما قلت في السابق، قالوا احنا الوالدين ديال إيمان. الأم الأولى اللي هي فاطمة، ترجنا معها الموضوع، مجهود الله عز وجل والدعم للمغاربة، لهم رأي آخر، قالوا لفاطمة ماشي إيمان هي بنتك، هي شكون هي بنتك؟ من بعد كما تبعتوا معنا بنت فاتحة بين قوسين علامة استفهام، دازت معنا تاهي قلت نفس الكلام، كتب ربي عرفت الابنة ديالها. في الأخير كتجي عندنا شابة كتعطينا سر اللي صدم عدد كبير من المغاربة، أنه فاتحة كانت كتقول عندي ابنة وحدة، دازت عندنا شيماء اللي هي الابنة الثانية ديال فاتحة. الله سبحانه وتعالى والدعم للمغاربة مكتبوا للناس، مكتب لهاد الناس أنهم يعرفوا بناتهم، ولكن الأساس والجوهر الموضوع لازال يبحثوا عن من هو الأب ومن هي الأم اللي هي إيمان. مشاهدينا الكرام، الشكر الجزيل كذلك الناس تأسفي بشكل كبير، جمعية حقوق الإنسان دخلت على الخط من أسفي بالتنسيق مع جيران حافظة اللي داروا مجهود جبار وقدروا يوصلوا عند حافظة. حافظة أعطت أجوبة صادمة. أول مكالمة هاتفية بين حافظة وإيمان غيرت لها المسار لما هو أصعب بكثير. كيفاش تبعوا معايا؟ أنا قدمت كل شيء، الشكر للمغاربة وساعدوك الناس ديال آسفي، الجمعية الحقوقية والجيران ديال حافظة، وصلوا لعندها بزاف المعطيات كانت عندك مغلوطة، أعطتك معطيات أخرى. عاودي لي النقاش ديالك بين حافظة آسفي اللي كتعتبرها الصندوق الأسود في التليفون تي، وهي شنو قالت لك؟ عاودت لك بالتدقيق، عاودي لي. انا اليوم دبيت مع حافظه اللي الناس اللي كانوا هما اللي كانوا الوسيطين ما بيني وبين حافظه دبوا معاها، قالوا ليها تواصلي مع ايمان، حتى هي ما رفضاتش، قالت لهم ايه نتواصل مع ايمان، ولا ايمان بغات تجي عندي مرحبا بها. ما قالش ليهم لا او لا ما ندويش مع ايمان. هذاك الشيء اللي درت انا، فاش قالوا هالي الناس ما ترددتش، ديك الساعه قلت لهم عافاكم الا كان ممكن انني ندوي معاها في التليفون، وباش انا نسولها شي اسئله وتقول لي اشنو كاين، حتى انا بغيت نرتاح وانا بغيت نعرف غير الحقيقه. هذاك الشيء اللي داروا، مشاو عندها حتى للدار دواو معاها، قالت لهم اها ندوي معاها في التليفون. دويت معاها، جاوبتني زعما بطريقه اللي زوينه، ما قالت لي حتى شي حاجه اللي قلقاتني او لا شي حاجه. قالت لي الا بغيتي تجي مرحبا بك عندي، وانا نسولها، قلت لها انا ما باغا حتى شي حاجه، قلت لها انا باغا الحاجه الوحيده اللي باغا نعرف غير الحقيقه منك، عاودي لي من الاول حتى الاخر. حتى هي ما قالتش لا، قالت لي واخا، قالت لي نعاود لك كيفاش حتى زعما جيتي عندي. قلت لها واخا، قالت لي بان واحد السيده هي اللي كانت الوسيطه، هي اللي جابت سميتها الزيانيه، كتسكن في عين السبع، سيدي عبد الله بن الحاج، هي اللي كتعرف الام اللي والداني، الام البيولوجيه هي اللي كتعرفها، وقالت لي ان الام ديالك، قالت لي باقا ديك الساعه فاش كانت حامله، قالت لي انها كانت باقا غير صغيره، قالت لي بنت باقا غير صغيره، قالت لي وقالت لي من بعد، قالت لي فاش قالت لي جابتك عندي، قالت لي الزيانيه، قالت لي قبل ما تجيبك، قالت لي كانت حافظه رابعه، ورابعه قالت لي المرحومه الله يرحمها رابعه، قالت لي هي ومحجوبه. الراي العام باش يستوعب معانا، رابعه هي الام اللي رباتك. رابعه هي الام اللي رباتني، قالت لي جات عندي هي ومحجوبه، قالت لي للدار، قالت لي كانوا كيجيو عندي،
دائما قالت لي هذيك، قالت لي من بعد قالت لي سولت ربيعه قلت لها واش ما جابش لك الله وليدات، قالت لي لا ما كان ولدش. قالت لك، قالت ليها ويلا ربي زعما جاب لك شي حاجه بغيت تربيها واش غتربيها؟ قالت لها اه نربيها. وهذيك الزياني قالت لك قايله الحفيظه انا راه كاينه واحد البنت راها غلطات وراها حامله. قالت لك جات شفت البنت، قالت لك انا شفت البنت. قلت لها حيت انا واش شفتيها؟ قالت لك شفتها، شفت البنت وكانت عندي 3 ايام لقيتها اللي عطاتك 3 ايام وهي معايا، هي 3 ايام وهي كاينه من الناس. سميتو قالت لي فاش ولداتك؟ قالت لي جاو عندي. قالوا لي راه سمي، قالت لي فاش ولدات؟ قالت لي عاي مشيت عند محجوبه. قالت لي هي والام اللي رب، قالت لي هي والام اللي رباتك. قالت لي جاو عندي للدار، جاو عندي للفيلا. دابا هذيك السيده اللي هي امك الاصليه، اه ملي كانت حامله قبل بثلاث ايام ما تولدك كانت عند كانت عند حفيظه. هادشي اللي قالت، قالت لك كانت 3 ايام قالت لي. شنو سميتها الام ديالك اللي رباتك اللي ولداتك؟ سولتها قلت لها واش عارفه الاسم ديالها؟ قالت لي لا. قالت لي والله ما عارفه. كانت عندها 3 ايام ساكنه عندها وما عرفت سميتها. اه قالت لي انا ما عارفاش. قالت لي الاسم ديال الام ديالك، حيت قلت لها، قلت لها واش، قلت لها واش قولي لي شنو الاسم ديال المراه اللي كانت والداني اللي ولداتني؟ قالت لي والله ما عارفه. قالت لي من غير الشخص الوحيد اللي عارفه هي الزيانيه. قلت له كنعاود ناكد على، قلت لها فين؟ قالت لي كاينه في عين سبع في سيدي الكاريان ديال عبد الله بن الحاج. واخا وفين ولداتك؟ ما سولتش، ما عرفتيش فين ولداتك؟ لا. واخا الا وهي 3 ايام ودزتي انت هي مزيان، علاش غادي تحيط هي حفيظه؟ علاش غادي تحيط هي المحجوبه وهاد الزيانيه اللي هي الوسيطه؟ علاش تعيط لها وهي 3 ايام وهي السيده عندها حتى ولدات عندها؟ علاش تعيط لهم؟ علاش محتاجاهم في نظرك؟ ما عرفتش، حيت هي قالت لك الزيانيه هي اللي كانت الوسيطه. عاوتاني هذيك الزيانيه هي اللي جابت لي هي اللي جابت لي البنت. قالت لي هي اللي حيت كانت الزيانيه قالت لي كانت كتجي دير عندي الميناج مره. قالت لي هي اللي كانت زعما هي اللي كانت الوسيطه ما بيني وبين الام ديالك. قالت لي من بعد، قالت لي فاش مشينا، فاش مشيت عندهم، مشيت عند محجوبه، قالت لي جات هي ورابعه عندي وداوك. وعاوتاني اكدت عليها، قلت لها كيفاش داوني؟ قالت لي اه. قلت لها منين داوني؟ قالت لي من الدار عندي. قلت لها يعني انا قلت لها كنت عندك في الدار؟ قالت لي اه. قالت لي كنتي عندي 3 ايام وانتي هنايا. قالت لي 3 ايام. وهذاك السيده اللي ولداتك انت اللي يمك اللي ولداتك ما دوتلكش على باك شكون هو مع من كانت حامله هذيك السيده؟ لا ما قالتش لي، ما قالت لي حتى شي حاجه. حفيظه ما قالت لي حتى شي حاجه من غير الام بان 3 ايام صافي. قالت لي من بعد، قالت لي محجوبه ورابعه قالت لي المرحومه قالت لي اللي مربيك قالت لي جاو عندي وهما قالت لي اللي داوك من وراها. قالت لي صافي، قالت لي هزوك داوك في حالهم. قالت لي محجوبه وربيعه قالت لي الله يرحمها. هنا الى رجعنا للفيديوهات اللي فاتوا ديال محجوبه، عطاتنا سيناريو اخر وحملت، عطات الثقه الكبير لحفيظه. دابا حفيظه قالت لنا سيناريو اخر، اشنو كتقول هي حفيظه اللي دوات معاك دابا؟ اشنو كتقول على الكلام اللي قالت محجوبه؟ الهضره اللي قالت على كلام محجوبه، فاش مشينا عند عندها وقالت لك انها احنا ما عارفينش العنوان، ما عارفينش النمره. حفيظه فاش دويت معاها قالت لي عيطوا لي، ولكن حفيظه عطتنا النمره. محجوبه عفوا، عطتنا النمره محجوبه نهار اللي مشاو بناتها. قالت لك ها الادريس ها هي عطوها لك. فاش ولكن هما قالت لك قبل، قالت لك ما عندهم النمره ديال التليفون، حيت حنا فاش دوينا معاهم وقلنا لا جيبوا لنا يا اما الادريس يا اما النمره ديال التليفون، يا اما الادريس يا اما النمره ديال التليفون. قالت لك ما عندنا حتى شي حاجه من هادو. من بعد فاش قالوا، فاش عطاونا الادريس ديال فين كاينه حفيظه، فاش انايا دويت معاها قالت لي شوفي، قالت لي انا سمعتها بنتي، قالت لي كل شيء. قالت لي علاش هادشي؟ كيفاش سمعت كل شيء؟ ما فهمت، شرحي لي. قالت لي سمعت الفيديوهات اللي كانوا قالت لي الفيديوهات اللي دارت محجوبه سميتو. قالت لي علاش هذاك الكذوب؟ علاش زعما؟ قالت لي داك الشيء كامل، قالت لي حشومه. واخا قولي لي دابا، فاش حفيظه فاش كتشوف هي محجوبه كذبت؟ فاش قالت لك ان، قالت لك بناتي، قالت لك بنتها مليكه، قالت لك عندها النمره ديال التليفون. دي تقول لي بنتها مليكه، انا ديما مخي مع الببليك مع الناس باش يفهموا. بنتها مليكه شكون هاد مليكه؟ علم كدو علم محجوبه. او قولي لي بنت محجوبه باش الناس تفهم، راه كنخلطوا لهم حفيظه مع محجوبه مع مليكه. الناس غدوخ، سيري معايا نقطه بنقطه باش نمشيو بشويه، لان حنا ما مزروبينش. صافي
يلا غادي تقولي لي اشنو السر اللي عطاتك اللي كتشوف فيه حافظه كتشوف فيه بلا محجوبه ما قالتش الحقيقه. قلتي لي اول حاجه هي بنت محجوبه. خلي دابا سميتها ملكه، حنا ما تهمناش ملكه، تهمنا بنت محجوبه، حيت انا اللي كيهمنا هو الاسم المعروف المشهور في الموضوع. ناقشي معايا حفيظه وناقشي معايا محجوبه، دويلي على بناتهم ولا ولادهم ما عندنا مشكل، ولكن اللي مهم عندي انا هو جبدي لي حفيظه ولا محجوبه. نعاود معاك السؤال بشويه لك بشويه حنا غاديين. حفيظه قالت لك اودي راه المعلومات اللي قالت لكم النهار الاول محجوبه ماشي هما هذوك، وقالت لك راه كانوا جاو عندي للدار. عاودي لي فاش قالت لي، فاش قالت لي بنت محجوبه قالت لي دوات معايا، قالت لي 3 ايام قبل ما تجي عندي، قالت لي بغينا نجيو عندك. قلت لك بنتها، قالت لها علاش؟ قالت لها بغينا نجيو نعزيو، نجيو نعزيو في الاب ديالك اللي هو راجل حفيظه حيت كان مات. وقالت لك من بعد قالت لك جاو بالسبت، قالت لك عندي، قالت لك بنات محجوبه بجوج بيهم جاو، مشاو الاسفي عند حفيظه. قالت لك من بعد، قالت لك من بعد قالت لك جاو بركوا عندنا، قالت لك قالت لك بركوا، قالت لك تغداو عندي، باتوا عندي الغد لي في الصباح، عاوتاني قالت لك فطروا حتى تغداو. وهي تقول لي بنت محجوبه، قالت لها بنت محجوبه، قالت لها خالتي، حيت هي كتقول لها خالتي، كتقول لحفيظه خالتها. قالت لها خالتي راه بغيت نقول لك شي حاجه، قالت لها شنو؟ قالت لها راه بنت ربيعه الله يرحمها راه كتقلب على شكون والديها، راه سميتو، راه حنا راه شو راه دوات علينا في الفيديوهات، راه حنا هادي، راه حنا. قالت لك قالت لها مرحبا تجي عندي، وانا هذاك الشيء اللي عارفه راه غادي نقولوا ليها، ما غاديش نكذب على البنت وحتى شي حاجه ما غادي نكرها. هذا هو الكلام اللي قالت لك انت حفيظه، وبقاي معايا وغنكمل انا وياك. مشاهدينا الكرام، احتراما للراي العام باش نحطوا الصوره للموضوع بشكل مدقق، باش ما نخليوش ارتباك في الموضوع الامور تكون مغلوطه. الحوار السابق انطلاقا من سر اللي قالت الام اللي رباتها، قالت لها السر كاين عند حفيظه ومحجوبه. محجوبه وصلنا لها المعطيات اللي عطاتنا، انه حفيظه هي اللي كان لها دور في الموضوع، كانت كتسكن في فيلا في عين السبع، وكتعرف شي سيده اللي قدرت تكون وسيطه هي بانه تجيب هذاك لهاد البنيه هادي وتعطيها. هادي المعطيات اللي كانت عطاتنا حفيظه، اللي كانت عطاتنا محجوبه عفوا. دقوا في الفيديو غادي تلقاو هاد الامور. النقطه الثانيه هو الشكر الجزيل كما كان الحال مرات اخرى المحجوبه، انه تفاعلت معايا ودوزت معنا فيديو وتبعتوه معنا، ودازت معايا الابنه ديالها، الابنه ديال محجوبه. شنو قالت لنا؟ قالت لك بانه مشيت لاسفي باش نساعد، والله يجازيها بخير، ايمان في الموضوع توصل الهدف. اولا قالت لك بانه حفيظه الوضع الصحي ديالها ليس على ما يرام، وان السيده شيئا ما اصبحت بحال فاقده الاهليه، لا تدرك ما تفعل ولا تدرك ما تقول. هذا عامل ثاني. هنا بنت محجوبه صعبت عند الماموريه انه تقول لها السبب لاش جات. قالت لك من تما غادرت المكان، وعندنا عائله اخرى ديالنا في مدينه اسفي تما فين بتنا عندهم، ورجعت في حالاتي ملي جات بطبيعه الحال فاش تلاقات بينا حنا ودوزت معنا الحوار وعطاتنا لادريس ديال حفيظه. هذا هو الحدود ديال ما صرحت به ابنته محجوبه. الناس دابا فهموا اوكي، انا غادي انا وياك، راه موضوع قصه ايمان راه خصها تنشر ما عرفت فين، ما عليناش. غادي نمشيو دابا للنقطه الثانيه. حفيظه هادشي اللي قالت لك على محجوبه، قالت لك بلا جات عندي وباتوا عندي وكلوا وشربوا، في نظرك انت علاش الابنه ديال محجوبه ما قالتش لينا هاد الحقيقه؟ مع انه السيده راه بخير وعلى خير، هاي حفيظه راه الدنيا صغيره، هاي دابا دازت معاك ودوات معاك في التليفون وهضرات معاك وعطاتك المعطيات، وهذا الشيء عندنا بالاكيد. نظرك انت؟ في نظري انا ما عرفتش، حيت انا سميتو حتى هي بقى فيها الحال حفيظه، قالت لك انا شفت الفيديوهات وسمعتهم، قالت لك علاش قالوا فيا ديك سميتو انني ما كندويش ما بزاف د الحوايج ما كنعقلش. قالت لك علاش؟ قالت لك انا راجلي ميت هذه عامين. هذا اعتراف تلقائي انه هي الوضع الصحي ديالها ممتاز، ولكن يطرح سؤال، علاش حفيظه مثلا شفتي الفيديوهات ديال ايمان
والرأي العام تبع وكنوضعوا رقم الهاتف ديالك انت، والمغاربه والناس د اوروبا مشكورين، هذه فرصه باش نشكرهم، ويوتيوبر كذلك فاطمه العسكري اللي خدمت معاك مستوى عالي في القصه ديالك، كل شيء كيوصل لمرتك. علاش لاله حفيظه كسؤال بكل احترام ما خديتيش التليفون وعيتي لها وانت تبارك الله حفظ عندك البنات وتقول لها انت راه بحال بنتي، هذاك الشيء اللي قلت محجوبه راه ماشي وداك، راني صحيحه وبخير وعلى خير، وسهلت عليك الماموريه لوجه الله عز وجل في نظرك انت، علاش ما درتش هذه الخطيه وتواصل معاك؟ انا ما عرفتش. هي ما عرفتش. شنو هو السر الاخير اللي عطاتك انت على الموضوع؟ السر اللي قالت لي انها ان السيده اللي كانت الوسيطه هي اللي بحال دابا بحال اللي عطوني ثاني لغز خاصني ثاني. شكون هي الوسيطه؟ الزيانيه. فين ساكنه؟ في الكاريان ديال عبد الله بالحاج في عين السبع. بحال يعطوني نعم بحال يعطوني ثاني شي خيط انني ثاني خاصني ثاني نمشي معاه. يعني هاد الزينيه هي اللي عارفه امك شكون هي؟ هادشي اللي قالت لك هي اللي كتعرفها. هنا كيطرح عندي سؤال قلتو غنعاودو، علاش حفيظه خديتي هاد السيده 3 ايام عندك في الدار تا ولدت انت ما تعرفيهاش، وفين ولدات كذلك؟ من موراها غادي تدخل دخل محجوبه ودخل هاد الزيانيه في الخط، علاش غتجيبيهم وانت تزادت عندك؟ ياك خديتيها انت راه غتعيطي الرابعه اللي هي اللي رباتك وتعطيها البنيه والسلام عليكم، علاش؟ علاش ما هادشي؟ انا بان ليا فيه غموض وغموض بزاف. انا ما باغاتش شي حاجه، اني كنعاودك جميع الفيديوهات راه الا شافوا الناس جميع الفيديوهات ديالي راني كنطلبهم وكنرغبهم وباقي لحد الان. انا ما باغا حتى شي حاجه، انا باغا نعرف غير الحقيقه، علاش ثاني جاني هذا الخيط ثاني ديال الزيانيه اللي غادي نمشي ثاني غنبدا ثاني نقلب على السيده. المغاربه تبارك الله بجد الله تعالى الا باقا في الدنيا غيجبدوها اخرهم ما يتنساش، انا كنقولها علانيه الفضل ديال الله عز وجل فاطمه تعرفت بنتها المغاربه، الفضل ديال الله ديال الفاتحه اللي كانت عاطيه عندها بنت صدقوا عندها جوج المغاربه، هادو هما الاساس وهذا هو دورنا حنا كنوصل الصوت. انا قلت وكنعاودها دوري 21 30% ولكن 70 ولا 80% المغاربه هما اللي قادرين يمشيو يوصلوا لهاد الزيانيه اللي هي في دوار عبد الله بالحج عين السبع الدار البيضاء، غادي يوصلوا لها بجهد الله تعالى وتخاف ربي وتعطينا الام الحقيقيه. كنتمنى. هنا كيبقى عندك الاطار الثاني انه فتحت معك الباب حفيظه قالت لك جي مرحبا بك. حيت انا قلتها لها، قلت لها الحاجه، قالت لي نعم، قلت لها واش ممكن انني نجي عندك؟ قالت لي مرحبا جي عندي لا انت ولا هذوك اللي جايين معاك. قالت لي ما غنقولش لك لا، وبابي قالت لي مفتوح لك في اي وقيته، وداك الشيء اللي غادي ندير وان شاء الله عما قريب ان شاء الله انني غادي نمشي لاسفي. الحمد لله حفيظه وصلنا لها حتى هي، اللهم بارك. مشاهدينا الكرام معايا حبيبه اللي هي الخاله ديال ايمان من رابعه الله يولاها برحمه الله، اللي كبرتها 26 سنه متتبعه الملف بدقه، وهي القلب النابض ديال ايمان لان هي اللي مكبراها الله يحفظها حتى يحفظ لها وليداتها. كيفاش شفتي هاد الخيوط بحكم انتيا انتي شاده الملف كامل، كيفاش تصمتي النهار الاول محجوبه من موراها دازت معنا في حوار كنتي معنا، دابا سمعتي الكلام ديالها شنو قالت، دابا سمعتي حفيظه شنو قالت، دخلت الزيانيه على الخط، كيفاش كتشوفي الامور حبيبه؟ الامور تخربقنا في الحقيقه والله. دابا قالت لينا السيده الحاجه الله يجازيها بخير ما رحبات بينا وقالت لينا مرحبا، وداك الشيء اللي قالت لينا ماشي هو اللي قالت لينا محجوبه، محجوبه قالت لينا كلام والحاجه قالت لنا كلام الله يجازيها بخير تنشكرها. هاد الحاجه قالت لينا راه السيده اللي ولدت كانت عندها في الدار، وهاد البنيته خادوها من عندها من الدار. محجوبه قالت لك لا، محجوبه قالت لينا مشيت انا وربيعه وخلاو محجوبه في الدار عند هاد الحاجه، ومشات هي وربيعه جابوا هاد البنيته من عند امها. حفيظه قالت لينا العكس، قالت لينا خادوها من عندي من الدار. هادو هما المعطيات اللي شفتهم انا. هذا يعني الامور باقي داكشي مخلط، نشوفوا الزيانيه تي اش هادو. قالت لينا الزيانيه خصنا نمشيو نقلبوا على الزيانيه عاوتاني في الكاريان بالحاج، هادشي اللي كاين.
الله يوفقك يا ربي. شكرا لك، وغادي نتبعوا المسار مشاهدينا الكرام لتنوير الرأي العام اكثر في الموضوع الظهور ديال حافظة في الخط اللي هي معروفة بحافظة آسفي بصحة جيدة عكس ما راج بناء على كلام محجوبة. هنا كنوجه النداء للابن ديال محجوبة في احدى المكالمات ديالو مع ايمان، وانا كنوجه ليه الشكر، هو واحد انسان اللي متدين وعطاه واحد الاوديو كنت سمعته يتكلم بواحد الطريقة رائعة ونعم الاخلاق. انا كنقولها لك، انا ما جيش باش نقطر لك الشمع الان ولا نشكرك، ولكن بناء على انني عندي واحد الهدف، لا كندوي على الطريقه، وانت الا تبعتيني عارف الكلام اللي درجتي في الاوديو اللي صيفطتي الايمان، وحلفتي بمن الله انك سوف تبحث في الموضوع من جميع الجوانب ديالو. انا كنوجه لك النداء، ارجوك انت كما كنقولوا بالدارجه المغربيه الطرف من الكبده ديال امي محجوبه، ارجوك الى ما عاود معها المعطيات، لانه الكلام اللي عطاتنا شح في المعلومات كشي قليل، خلات كما كنقولوا الكره عند حافظه، حافظه هزات هذيك الكره ويترضى المحجوبه، ما غيفكوا لينا هذه الحريره اني تعرق راقي، بحال كنناقشوا الكره يعني، حافظه عطاتنا كلام ومحجوبه عطاتنا كلام، كل وحدة كتعطي الكرة للطرف الثاني. هنا كيطرح سؤال، كثرة الأسئلة كتبنى بناء على ألغاز، وملي ما كتكونش الألغاز وكيكون الوضوح ما كتكونش الأسئلة كثيرة، تيكون الموضوع واضح، لأنه بناء على التصريح ديال الحافظة خديتي هاد السيدة 3 أيام وولدات، عاد عيطتي انت لرابعة اللي هي الأم اللي رباتها وعيطتي المحجوبة وهاد زيني اللي هي الوسيطة، لاش؟ هنا غير يقدر يطرح لنا سؤال، واش حافظة لها صلة مثلا في الموضوع في النسب؟ واش شي حد في المقربين ولا في الأبناء يكون هو الأب ديالها مثلا؟ نحن لا نوجه الاتهام لأي أحد، ولكن كما قلت في السابق، إلا كيطرحوا الألغاز في الموضوع كتفرض الأسئلة، وإلا بغينا نقتلوا الأسئلة يكون الوضوح، كل من ساهم في الحقيقة أكثر. كنشكرك مرة أخرى، لانه ايمان قصه ديالها عدد كبير من المغاربه تبعوها، وفاجاتني هذه القصه، لانه بسبب ايمان الله عز وجل وايمان سبب والدعم لقويه المغاربه، كاع اللي عنده شي استوار في 1997 ولا 96 وتا هو عطى بنته في 3 أيام وفي الدار البيضاء ولا في هذه النواحي كيجي كيقلب على ايمان كان انا امك، الوضع النفسي ديالها اليوم كتخرج تكون يمكن هي فاطمه بكات، من بعد تبت بانه ماشي هي، شوي فاتح نفس الوضع، كيفاش غتبقى هاد البنيه؟ حفيظه مشيتي للحج ولا تمي محجوبه تا هي الله يجازيكم بخير، متقدمين في السن، سمعتي يمكن حفيظه تقريبا 76 سنه، ارجوك الى عندك معلومات اخرى وتقدري تبحثي بطريقتك، وكذلك بنيتك ووليداتك، انكم ما ساعدونا نوصلوا للهدف، هاد السيده تعرف الام ديالها، هذا حقها، الخيوط غاده والمغاربة قادرين أنهم هاد السيدة اللي هي وسيطة يقدروا يوصلوا ليها، اللي هي الزيانية دوار عبد الله بن الحاج عين السبع، هاد الزيانية إلا قدرت توصلوا لهذا الخبر أرجوك. شوفي هاد البنية، هي إيمان اللي تعطات الرابعة 26 سنة، كانت معك حافظة ومحجوبة، عطينا الخيط اللي غادي يوصلنا للأم البيولوجية ديالها باش تنقص الأسئلة ويتسد هذا الملف، ونقولوا فوالا إيمان عرفات الإبنة ديالها. أرجوك كنوجه الحافظة ومحجوبة والإبن ديال محجوبة، أنا كنناقش معاك الأوديو اللي سمعته بأخلاقك وبالأدب ديالك وبالطيبوبة ديالك، إلا ما بحث ما أمكن بواحد الطريقة ودية مع الأم، لأنه سؤال كيتطرح ويطرحوا الرأي العام وأنا غنجاوب عليه الآن، من الطبيعي جدا غيتطرح، علاش ايمان هاد المده ما مشاتش عند حافظه؟ السبب الاول انه الشكر الجزيل للجمعيه الحقوقيه وهاد الناس اللي في الجوار ديال حافظه اللي كانوا كيقولوا انه ما كايناش في الدار البيضاء، ما كايناش هي في اسفين، انتقلات للدار البيضاء في واحد الظرفيه، هادي المساله الاولى. المساله الثانيه الخوف ديالها انه تمشي تلاسفي وتعاود تصدم بحقائق اخرى، هاد البنيه الوضع ديالها صعب وهزت واحد الحمل اللي كبير، فاش في قصص ناس ما عندهم بها صله، كاين عنصر الشك،
الوقيته اللي كانت فاتحه كتقلب على بنتها، عدد كبير من الناس اللي كانوا قالوا الحافظه ديال الدار البيضاء بانه راه حافظه ديال الدار البيضاء قالت لها هذه السميه وهذه السميه، هذه السميه عندهم علاقه بشكون هي الابنه تاع فاتحه، عدد كبير من الناس كانوا اتصلوا بايمان بحال هي طرف وهي كتوصل الرساله ديالها كما كدير الخير باش ربي يكتب لها الخير، كتوصل هذه الرساله باش توفق. ارجوكم، انا لا اطيل في الختم ولا في المقدمه دائما، ولكن الان وصلنا لواحد الهدف، سعه الصدر ديال محجوب ديال حفيظه الله يجازيك بها، كنشكرك على الجواب اولا، ولكن ساعدينا اذا كانت لديك معطيات اخرى تفيد في الموضوع فيما هو جوهري اكثر، ساعدينا باش نوصلوا للهدف والناس يساعدونا على الزيان على هذا الزيان ياك زيانيه. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع القصة إيمان، وسوف نوافقكم دائما بالجديد، وغنوضع رقم الهاتف ديال إيمان، كل من له صلة وقدر يوصل هاد الزيانية اللي كاينة في دوار عين السبعة عبد الله بن الحاج، أنا دابا درت عندها أبسط فباش تقول لي الدوار كتعاود تبكي، الله اللي عند بهاد البنية. أرجوكم من أسهل الأشياء الإطار القانوني والتتبع، ولكن سؤال مطروح، واش غادي ندعيو ناس متقدمين في السن؟ ماشي حنا اللي غندعيو، هي انا ملي كنطلب رايي كنعطيها رايي بشكل متواضع، ولست في محط صنع قرار، هي اللي كتصنع القرار ديالها، الا طلبت رايي كنعطيها رايي. انا تنقول امي حفيظه وتنقول امي محجوبه 76 سنه 60 سنه ولا اكثر، ارجوكم عندكم وليدات وعندكم بنيات، الدنيا فايته، حتى واحد ما علم واش غدي يصبع عيش ولا لا، ارجوكم ساعدونا في معطيات نوصلوا هذه البنيه للام اللي ولدتها. وسهل الموضوع، إذا كان له من أسباب ومسببات اللي غادي ترجعوا مع هذه الإبنة تكون هذه صلة الرحم بيناتهم، غادي ترتاح هي، غادي ترتاح حبيبة مسكينة متقدمة هي في السن على قد الحال، عندها وليدات وعندها أولاد ولادها، حتى هي ترتاح كتحمل معها العناء، الدرية ما تتمشيش. هذا هو السؤال اللي في قلب الموضوع، أسباب مسببات ما مشاتش إيمان هذه المدة ديال حوالي 10 أيام لعند حفيظة، لأنه ما كانش في آسفي، من المقربين شهدوا في هذه المسألة ووعدوها بأنهم اللي غتجي الآسفي غنناقشوا مع الموضوع وناقشوا مع الموضوع ونتواصلوا معي أنا كذلك، ولكن لم يكن الاتصال هاتفي بيني وبين حفيظة، كان بشكل مباشر بنا مع إيمان، وأعطت هذه المعطيات وأنا سمعت هذه المعطيات كاملة. مشاهدينا الكرام، أرجوكم ساعدونا في الموضوع، سواء محجوبة والإبن ديالها توصل لهذه الرسالة، وكذلك حافظة إلى عندك معطيات أخرى وموضوع النقاش الاسم الجديد في الموضوع اللي هي الزيانية علي عبد الله بن الحاج، دوار على عبد الله بن الحاج عين السبع. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد في حالة إلى توصلنا بأي جديد، وسوف نبقى إن شاء الله متتبعين لهذه القضية بدقة تنوصلوا للهدف. هذا تحدي الله يوفقنا فيه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.